بداية انطلاقة الشوط التاسع لفئة البكار. تبدأ انطلاقة الشوط التاسع لفئة البكار في هذه اللحظات، ونذهب إلى المقدمة مباشرة إلى المركز الأول. هنالك الذي يحتل المركز الأول على ما أعتقد هذا الشعار، جابر بن علي بن جرحب المري، بعيد كل البعد المركز الأول لحظات، ونوفيكم بإذاعة المراكز المتقدمة. هكذا مشاهدينا الكرام، تابعنا على حضراتكم انطلاقة الشوط التاسع للبكار، ونرى المركز الأول. هنالك عجائب للسيد عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، يحتل المركز الأول مع عجائب. والمركز الثاني، أرى المركز الثاني الذي يحتل المركز الثاني الشاهنية، التي تحتل المركز الثاني الشاهنية للسيد المركز الثاني الشاهنية للسيد حمد بن راشد بن عبيد المري، ولكن تغير على المركز الثاني وتحتل المركز الأول. الحذرة للسيد جابر بن علي بن جرحب المري، والسلام، ولكن يعود شعار بن عطية على السلام. هنالك في المركز الأول عجائب للسيد عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، تحتل المركز الأول عجائب، وتغادر من هذه اللحظات المركز الثاني. هنالك العذرة للسيد جابر بن علي بن جرحب المري، والمركز الثالث تستاهل للسيد سالم بن جمعة الساعدي. ونعود إلى الشعار عبد الله بن علي العطية مع عجائب. يا سلام يا بن عطية، ابن عطية يريد انتزاع المقدمة وانتزاع هذا الشوط. عبد الله بن علي بن عبد الله العطية مع عجائب، والمركز الثاني التي تراجعت فيه. هنالك العذرة للسيد جابر بن علي بن جرحب، وتغير على المركز الثاني. هنالك تستاهل للسيد سالم بن جمعة الساعدي. ونعود إلى إشعار بن عطية المتألق في هذا الصباح. عجائب للسيد عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، يا السلام عليك، أصدر التعليمات في هذه اللحظات. عبد الله بن علي بن عبد الله العطية يحتل المركز الأول، ويباعد المسافة، ويروح يذهب بالمركز الأول إلى خط النهاية، والمركز الثاني بعيد كل البعد أو اغترف في هذه اللحظات. تستاهل السيد سالم بن جمعة الساعدي، والمركز الثالث بعيد. ونذهب إلى شعار العطية، شعار عبد الله بن علي العطية. عجائب للسيد عبد الله بن علي بن عبد الله العطية، يا السلام يا بن عطية، حذر من الساعدي الذي يحتل المركز الثاني. ابن عطية والساعدي، الساعدي يا السلام، ولكن الساعدي وابن عطية، الله 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 الله، اين يذهب هذا الشوط يا مشاهدينا الكرام؟ على ما اعتقد سيذهب الى عبد الله بن علي العطية. يا السلام عليك العطية، تهنينا والناموس. المركز الثاني تستاهل سالم بن جمعة الساعدي. المركز الثالث، المركز الثالث عمال حمد بن سعيد بن مهيره المري.